الحقيقة بعد الشكر الكبير للمفكر الكبير أستاذ الدكتور مصطفى أفريقي والأستاذ الفاضل والزميل العزيز الذي أسعد بصحبته وزير الثقافة السابق أستاذ حلمي النمنم والحقيقة الأستاذ الدكتور الكريم والأخ الكريم أستاذ الدكتور أسامة الأزهري والنيافة الأنبا أرميع. أنا هبدأ كده، أنا خدت كلامي من مجمل ما قيل في آخر المتحدثين، إما أن يكون أحسنهم حظا لأن يأخذ من كلام زملائه أو أنهم أغلقوا عليه المجال فلم يجد ما يقول. فأنا الحقيقة استعد الحقيقة من كلمتهم الطيبة. بداية الحقيقة يمكن أنا بشكر سيادة العميدة أستاذ الدكتور سوزان القليني لاختيار إحنا حديثنا موضوع الخطاب الديني والثقافي. أنا أظن الحقيقة يمكن أنا متأكد أنها مترتبة وليست عفوية. هذه المنصة بهذه التركيبة فينا سلاسة محسوبون على الخطاب الديني واثنان محسوبون على الخطاب الثقافي، والحقيقة العلاقة بين الخمسة بجد مش كلام ولا بأي شكلية، هي علاقة انسجام ومودة وتكامل فكري. وأنا أظن لو إحنا حذفنا الكلمات بعد الكلمة الراقية اللي قالها نيافة الأنبا أرميع والآيات اللي استشهد بها، لو حذفنا الكلمات وأزعناها غير منسوبة إلى أصحابها ربما لا يفرق أحد بين أصحاب هذه الكلمات. وأنا الحقيقة وبدون أي مجاملة عملنا لقاء كان للمعبيات في الكنائس والواعظات، وحضر معي مجموعة من السادة القساوسة من مختلف الطوائف، وأنا أشهد الله لو كان الجميع من الكياسة والذكاء والفطنة والوطنية والوعي إن فعلا لو أزيعت الكلمات كلها غير منسوبة إلى أصحابها لا يمكن أن تفرق بين خطاب وخطاب، لأن خطاب الأديان هو خطاب التسامح. فالحقيقة الجلسة دي بهذا المفهوم الحقيقة هي مهمة. لكن يمكن سيادة الرئيس في آخر لقاء النقطة مهمة جدا، قال من يتصدى، قال صحيح ممكن رجل الدين يبقى متخصص في الدين ورجل القانون متخصص في القانون ورجل السياسة متخصص في السياسة، لكن من يتصدى للشأن العام لابد أن يكون مثقفا ملما بواقع الحياة. وأن الحياة في أكثر من مقال قلت من يتولى أي ضاجة قيادية من وكيل كلية فصاعدا أو مدير عام فصاعدا لابد أن يحصل على طوى في مفاهيم الأمن القومي والتحديات المعاصرة. ويمكن زي ما قلنا دايما نأكد، وفي كتاب أنا كتبته حقيقة وشرفت بنسخة لمعالي الوزير في فضاء الثقافة، قلت إن جزء كبير مما عانينا في عالمنا العربي والإسلامي هو ضيق الأفق الثقافي أو انسداد الأفق الثقافي أو انغلاق الأفق الثقافي. وده اللي استندوا كلمة السادة الرئيس من يتصدى للشأن العام لابد أن يكون مثقفا واعيا مدركا لما يحيط به. الحقيقة أنا قلت كده هاخد من كلمات العلماء الكبار، الدكتور مصطفى فيه مش مجاملة، أنا شخصيا ومش أنا فقط، أنا وأسرتي يسعدنا أن ننتبه، ولا يمكن لأي حد فينا بيسمع الدكتور مصطفى فيه يتحول عنه إلى أي حديث آخر، فربنا كده بيديله ذكاء ثقافية موسوعية وكاريزما تجعل حديثه محببا إلى النفس. في جملة كده قالها فأنا خدت منها بعض المواقف، هو بيقول للأستاذ حلمي النمنم كلمة الحقيقة في كلمات كده لا ينبغي أن تمر، بيقول رجل لا ترفعه المناصب فهو رفيع، كلمة موزونة وفي مكانها، والحقيقة أنا بأشيد بيها وأؤكد عليها الحقيقة الأستاذ حلمي النمنم قامة ثقافية كبيرة. لكن الأسلوب هذا أسلوب الدكتور مصطفى فيه هو الأسلوب السهل الممتنع، والحقيقة السهل الممتنع إيه؟ إنك تسمع المتحدث تقول والله ده أنا أقدر أقول الكلام ده سهل، أقول يعني ده أنا أقدر أقول الكلام ده وزيادة. لكن والكاتب ممكن تقرأ مقال كاتب فتظن أن لديك القدرة على المحاكاة، لكن الأسلوب السهل الممتنع أو الأسلوب التلقائي هو من أصعب الأساليب ويحتاج إلى خبرات تراكمية. وبما إن إحنا في كلية الآداب بنتكلم عن العلاقة بين الخطاب الديني والأدب، هديلكم نماذج من التلقائية وقد إيه كانت بتؤثر في كسب المواقف.
المتنبي كان يعني أثيرا بالثاء عند سيف الدولة مقدما عنده، وكان يلقى حسدا كبيرا من الحانقين ومن الشعراء الذين يوجدون في بلاط سيف الدولة. فجاء في يوم أنشد القصيدة فقال خلاص احنا أخي الكريم بص كفاية كده كويس كفاية اقعد انت اتفضل خلاص اتفضل كفاية. فجاء كلما قال بيت قالوا له أخذه من بيت فلان واقتبسه من بيت فلان حتى تمكنوا من إغضاب سيف الدولة عليه، فأخذ الدوات التي أمامه فضاب المتنبي فشكه شك رأسه. فقال المتنبي على السليقة إن كان صدكم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألم، إن كان صدكم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألم. فما كان لأحد أن يقول أخذه من فلان ولا اقتبسه من فلان، فتحول غضب المتنبي إلى رضا. ودخل أبو تمام وكان أحد الفلاسفة الفيلسوف الجني حانقا عليه، فمدح أحد الخلفاء العباسيين بقوله إقدام عمر في سماحة حاكم، في حلم أحنف في ذكاء قياسي. والأساتذة بتوع الأدب اللي معانا ده بيسموه مراعاة النظير، وهو الجمع بين الشيء وما يناسبه. ده دخل أحد الناس بس دي مبالغة يعني شديدة شوية، قال له أنت محمدي الخلق شعيبي التوفيق إسماعيلي الوعد يوسفي الجمال، الجمع بين الصفة وموصوف يناسبها. فقال له إقدام عمرو بن كلثوم في حلم أحنف بن قيس، في إقدام عمرو في سماحة حاتم، في حلم أحنف في ذكاء إياسي. فدك الفيلسوف قال له الخليفة فوق من وصفت، أتشبه الخليفة بصعاليق العرب، الخليفة فوق من وصفت. فقال أبو تمام على السليقة إن كان صدكم عفوا لا تنكروا ضربي له، لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شعودا في الندى والباسي، فالله قد طاب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنباس، مثلا نوره كمشكات فيها مصباح. فهنا قال لا أنا بشبهه بقرب بس الصور للأذهان. وفي يوم الحجاج أراد أن يقتل أحد الخارجين على بني أمية فقال له لأحملنك على الأدهم. وفي حاجة تهيلة في كلية الأدب واللغة العربية المشترك اللفظي، الأدهم اسم للسيف واسم للفرس، فقال له لأحملنك على الأدهم يقصد أقتلك. فقال له مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب، الأشهب من أسماء الفرس وليس من أسماء السيف. قال له مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب. أخذوا إلى زاوية تانية، قال له أردت الحديد، أن السيف الحديد. قال له لأن يكون حديدا خير من أن يكون بليدا، لما يبقى فرس سريع أفضل ما يبقى بليد. وفي حوار طويل، وهذا الأسلوب يسمى بالحيدة في الخطاب، حتى قال الحجاج قبح الله من لا أدب له وعفى عنه. وكان أحد شعراء بني أمية أيضا سوسن بن قطنة، كان من أنصار سليمان بن عبد الملك سبحانه وتعالى، والحقيقة كان يكره يزيد بن عبد الملك وخايف أن سليمان يموت ويجي يزيد، فقال نعوذ بالله أن نبقى ونفقده على سليمان أو أن نكون لراع بعده خدما. فلما جاء يزيد قال له تعالى يا عدو الله ألست القائل في سليمان؟ قال ما هكذا قلت يا أمير المؤمنين، إنما قلت نعوذ بالله أن نبقى ونفقدهم أو أن نكون لراع بعدهم خدما. وهذا الأسلوب عند علماء البديع يسمى بالمرابة، فأطلق صراحة. فالحقيقة الأسلوب التلقائي والتلقائية والأسلوب السهل الممتنع اللي بيتمتع به الدكتور مصطفى فيه حقيقة احنا بنخبطه عليه ونحبه ونتمنى له مزيدا من التوفيق والسداد. الحقيقة النقطة اللي مش هطول عليكم كده عشان هختم بنقطتين. مسألة العلاقة بين الخطاب الديني والعلاقة الخطاب الثقافي، أنا حابب أكد عن اللي قاله ضيافة الأنبا أرمية،
الشعب المصري يقولون شعب متدين بفطرته، والتدين لا يمكن أن ينتزع من حياة الإنسان، حتى أن بعض المناطق منهم من عرف الإنسان بالحد فقال حيوان ناطق، ومنهم من عرفه بالخاصة فقال حيوان متدين، أي أن التدين أمر فطري، وده نص القرآن الكريم فطرة الله التي فطر الناس عليها. والأديان جزء من الحل، ولا يمكن أبدا أن تكون جزءا من المشكلة، بل المشكلة في الفراغ الديني. الحقيقة زرت بعض البلدان في مناطق كثيرة من العالم، وكانت المشكلة غياب الثقافة الدينية. ليه؟ الطفل الذي لم يتعلم الدين في حياته، وأي حد هيجي ياخد على أن ده الدين هيتلقى منه. لكن لو احنا علمنا أبنائنا أن الدين ضد الكذب، مش الدين فقط، جميع الأديان، جميع أروني دين واحد، دين سماوي واحد، أباح قتل النفس، أو أباح الزنا، أو أباح حقوق الوالدين، أو أباح الكذب، أو أباح الخيانة، بل كل الأديان على عكس ذلك، على حرمة الدماء والأعراض والأموال وعلى الرحمة وعلى التسامح. فأنا لما بعلم الولد منذ نعومة أظفاره حرمة الدماء والتسامح وإن ده هو الدين، فلا يمكن أن يستقطب تجاه الجماعات المتطرفة. فالدين لا يمكن أن يكون جزءا من المشكلة، بل هو جزء من الحل. الحقيقة هدي بس نموذج في الآية اللي احنا كلنا بنحفظها في مسألة، احنا بنسمع قول الله تعالى أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ودي تقريبا كلنا فهمناه بقى جزء متجذر في ثقافتنا نتيجة الأحداث التي نمر بها، أنه من قتل نفسا. بس لازم نفهم المفهوم بمفهوم الواسع، من قتل النفس إرهابا أو قتلها إهمالا، لأن أنا أقول دايما قتل النفس إهمالا كقتلها إرهابا، فكلاهما قتل على كل حال، وكلاهما أدى إلى إسحاق النفس، وذهاب المال إهمالا كذهابه إرهابا. ولما تأتي نضع الضوابط قال لك إذا بقى ده الجزء الأول. الجزء الثاني، الجزء الأول كلنا فاهمينه، الجزء الثاني مين فينا سأل نفسه ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. كلنا جميعا بكل الأديان تدرك أن الإحياء لله وحده. صحيح رب العزة أجرى على سيدنا عيسى، على يد سيدنا عيسى من المعجزات إحياء الموتى، وهذا كان خاصا بالمعجزة مرت على عهد سيدنا عيسى عليه السلام. لكن الإحياء فعل إلهي. هل الإحياء الحقيقي حد ممكن يحيي النفس إحياء حقيقي إلا الله عز وجل؟ لا. يبقى المعنى مجازي. طب المعنى إيه؟ عشان نفهم ديننا، وده بقى هو تحديث أو تجديد الخطاب. هنا الإحياء، لو اللي بيقتل النفس فساد فكأنما قتل الناس جميعا، كيف يحيي الإنسان النفس؟ لو في حد عايز يقتل النفس بالإرهاب، قواتنا المسلحة ورجال الشرطة والعلماء والمفكرون والمثقفون، كل من يواجه الإرهاب ليخل يده أو يكف شر الإرهاب، سواء كانت مواجهة أمنية أو عسكرية أو شرطية أو فكرية، يعمل على إحياء النفس ويكف عنها القتل. اللي بتعمله مصر الآن سواء في المسح الشامل لمرضى فيروس سي أو 100 مليون صحة، اللي بيعالج المريض وبيعطي النفس أن تستمر في الحياة، استمرت في الحياة فكأنما علاج المريض، الطعام الجائع، إيواء المشرد، كل ذلك يدخل فيه. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس، والمقصود هنا من أحياها ومن أسهم في بقائها حية، أو ساعد على بقائها حية، أو دفع عنها سبل الهلاك. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن رجلا وجد كلبا يعني يلهث من العطش، ونحصل النقطة دي بس الحديث ده برضه بيمر علينا كده، ونقول رجل سقى الكلب. اللي حدث في روايات الحديث المتعددة عندما يجمع بعضها إلى بعض، وطبعا أخونا الدكتور أسامة من شيوخ المحدثين وعلمائهم وجمع الروايات، في رواية النبي قال إيه؟ فخلع الرجل خفه فنزل البئر
فمال الخف وامسكه فيه. امسكه فيه ليه؟ لان البغي كان عميق والراجل في صحة. وانت لو تخيلت الصورة الذهنية، الراجل ماسك الخف يعني جازف بيه حياته، يعني لو نزل البير وما طلعش لم يكن هناك اليوم من احد لينقذه، وما كانش في حد عشان ينافقه. يعني عمل ده كده بوازع انساني محض، خاطر بحياته ليعمل على استمرار حياة الكلب. ولهذا عشان المساله مش سهله، مش هو بقى لقى البئر كده وخلع الخوف وخد شويه، لا، ده خاطر بحياته، ونزل البئر وامسك بفيه وجازف وعرض حياته حتى يحافظ على بقاء حياه الكلب، فشكر الله له فغفر له فدخل الجنه. طب اذا كان هذا في من اسهم في بقاء حياه كلب على الحياه، فما باله بمن يسهم في بقاء حياه انسان. ومن هنا ومن احياها، كل ما يعمل على حياة النفس الإنسانية، سواء مفكر بوجه الإرهاب، قوات مسلحة، قوات شرطة، حد بيعمل في المجال الطبي والإنساني، بيعمل في المجال الخدمي، في المجال الإنساني، كل من ساعد على بقاء النفس حية فكأنما أحيا الناس جميعا. وهناك يمكن الحقيقة أنا بأكد على اللي قالوا نفط الأنبا، وده الحقيقة مصدر الأديان السماوية واحد. عشان كده بنقول سواء بقى في عندنا جزء عقائد وجزء عبادات، وهذا بينك وبين الله، وكل سيلقى الله بما يعتقده. ومن فضل ربنا ان الناس لا تكره لا على العقائد ولا تكره على العبادات. فاذا كان لا اكراه في اصل الدين، لا اكراه في الدين، لا تحمل احد على دين ما، فمن الاولى الا تحمل على تفاصيل الدين. اذا كان لا اكراه على الجمله فلا اكراه في التفاصيل. وما دام هذا بين العبد وبين ربي بما يلقى ويعتقد، هذه الثوابت لا تمثل، لان المساس بالثوابت زي ما قلنا، سواء الصيام في المسيحيه او الصيام في الاسلام، هذه الامور ثبتت وراسخت في اذهان الناس. ما فيش واحد يقول الصيام في رمضان، يجي واحد يقول لك انا نخليه في شعبان، ولو جه في الصيف نخليه في الشتاء عشان نريح الناس. هذا كلام لم يقل به احد لا من العقلاء. وزي ما قلت كنت بتكلم مع المفكر الكبير وعلمنا الدكتور مصطفى في الطب، محدش يقدر يفتح عياده ولا يعمل عمليه كده فوضى، والا صار الناس الى فوضى. ده في الهندسه لو جبت انت طرقت بقى المكاتب المهندسين والمكاتب الاستشاريه وسبت ناس يجي يعمل لك برج ويودي بحياه الناس. فاذا كنا نؤمن بالتخصص في الطب والهندسه والصيدله وفي سائر العلوم، فايضا نؤمن بالتخصص. وايضا بختم بقى اللي قاله اخي الكريم العزيز الاستاذ حلمي النمنم، الخطاب الثقافي والديني للدم مرتبطين. ولاحظوا الرسول اللي كان فيها نهضة علمية، نهضة علمية ونهضة ثقافية، كان فيها خطاب ديني مرتبط. العصور اللي ما فيها نهضة علمية، العلاقة بين الدين والثقافة علاقة طردية. وأنا بقول العلاقة بين الدين والثقافة بمصطلح المناطق عموم وخصوص وجهي، في عالم متخصص غير مثقف، وفي مثقف اخذ من كل فن بطرف ولم يتعمق في علم، وهناك عالم مثقف او مثقف عالم هو متخصص في مجاله واخذ من كل فن بطرف. العلاقه بين العلم والثقافه علاقه طرديه، فهناك عالم ليس بمثقف ومثقف ليس بعالم، وعالم مثقف ومثقف عالم، وهذا ما يسمى عند المناطق بالعموم والخصوص الواجهي. العصور التي كان فيها الجانب الثقافي والجانب التعليمي وعاشت الامم زي ما ذكر فضيله الدكتور اسامه او الانبا ارميه او الاستاذ حلمي، عصور العلماء الكبار اللي كان فيها الخطاب الثقافي والجانب العلمي والنهضه العلميه، كان الخطاب الديني منضبطا الى حد كبير. ولكن حالات الضعف التي ضربت المجتمع في كل مفاصله التعليميه والثقافيه ضربت ايضا الخطاب الديني. ولذا نحن نؤمل ان شاء الله نهضة شاملة علمية ثقافية فكرية، فلا يمكن لأحد أن يعمل وحده. ولذلك يمكن سيادة الرئيس في آخر لقاء في ملتقى الشباب العربي الإفريقي، وأنا أؤيده تماما، أن نحن نحتاج إلى تجديد الخطاب الإنساني، والخطاب الإنساني يشمل أعم من الخطاب الثقافي، وهو ما يعني نبذ كل ما يؤدي إلى الكراهية والتعصب والعنف والعمل على المشتركات الإنسانية. بعتذر سيادة الدكتور على الإطالة وأشكركم جميعا، وسعيد أن أكون بينكم ونتمنى أن تتقبلوا. أشكر فضيلة الوزير أستاذ الدكتور محمد حسام جمعة على هذه المداخلة التي كشفت عن شعور عميق بالارتباط القوي بين الخطاب الثقافي والخطاب الديني.
دكتورة سوزان انت تسمحين لك الحوار بعدين ولا هل من سائل او معقب او مقترح او عن من مداخلة اصل انا حظيت جايين في الجلسه الاخيره بعد هم ما خدوا يوما كثيفا من العمل. بس والله يوم ده انا شفت المحاضرين قبل كده اسماء وخامات رفيعه كده كويس جدا مخدوم المؤتمر موجود فيه كل الرجل كشاعر في كل ما تفعله سوزان كريم في دين بس احنا بنجيب دين من قلب هم واعيين. تمام اتفضل اتفضل معايا الوكيل وكيل الكليه. يعني الحقيقه هذا المصطلح سمعته كتير جدا وبقيت حاولت كتير جدا لكن على ارض الواقع الحقيقه مش عارف بسال معالي الوزير تحديدا وكذلك نيابه الامن من الجانب المسيحي لاي من على ارض الواقع احنا قطعنا شروط في هذه القضيه كثيرا ما نتكلم فيها بس ما زلنا نتكلم فيها. دي نقطه. النقطه الثانيه يمكن استكمالا الاولانيه الحقيقه بالرغم ان انا مسلم واستاذ في التاريخ وبكتب الصحف الطبيعيه لكن في الحقيقه احيانا بلاقي عدم فهم من بعض المشايخ اللي هم ثقافتهم ليست بسعه علمكم وسعه علم ثقافه المنصه الكريمه اللي موجوده خاصه في النبوع ومسجد على الطرق والحاجات اللي زي كده لدرجه ان انا مره انا دايما اذكر حكايه كان مؤتمر في بيت العيله وخليج الاجتماع كنت بصلي صلاه الجنازه صلي صلاة الجمعة في أحد المساجد على طول وبعدين وجدت إن الخطيب الوالي أسهل طبعا وبعدين بيتكلم بيقول نصا كده وقد أمر سيدنا إبراهيم النساء لبس النقاب وقد قال حد أنا بيت قاعد الصبح صلى يعني ده مسجد في إحدى القرى على الطريق وأنا مسافر خارج القاهرة فطبعا ما كانش ينفع المؤمنين ولا يتكلم معاه ولا يتكلم هذه القضية شغلتني بقضية تحديث وتطوير الخطاب الديني هي دي النقطة الأساسية اللي أنا بتكلم فيها وبعدين ختام معالي الوزير وختام المنصة الكريمة يعني لما بنيجي نتكلم في مسألة التاهوت أحيانا بقول إنه إخواتنا وأصدقائنا المشايخ يجب ان نعرفه قليلا جرعه عن اللاهوت. ولما تيجي نتكلم بقول برضه لنيابه الانباء اخواتنا الكهنه في الكنائس بالذات الكنائس الصغيره اللي في الاقاليم يجب ان يعرفوا شيئا عن علوم الدين الاسلامي او علوم الشريعه. عشان لما نيجي نتكلم ونقول عايزين نقعد ناخد ودي يبقى في خلفيه مسبقه صحيحه في الاساس وبالتالي يبقى في الوصول اسرع. شكرا هو الحقيقه السيد الوكيل فك قضيه واسعه لكن بقدر الاستطاعه ساجزي الكلام فيها ثم اترك لان وجه لي ونيافه الامر الغربيه يكمل ان شاء الله. الحقيقه الموضوع اللي طرحه السيد الوكيل موضوع انا لازم اقول موضوع الثقافه احنا اشتغلنا على محورين محور التخليه ثم محور البناء. محور التخليع وان كان في منظور البعض كان صعبا الا انه كان الاسهل وهو خلى ايدي المتطرفين والمتشددين عن خطاب الدين بقصد خطابه على خريج الازهر ومنع المتشددين واظن ان هناك مساجد كثيره كانت خارج النطاق وما كان احد يظن انها كانت هناك فوضى السيطره على المساجد للجماعات والجمعيات واكدنا ان السيطره على المساجد هي من الشان العام ومن الولايات العامه للدوله فكما ان هناك الولايه على الجند اللي هي وزاره الدفاع وهناك الولايه على الشرطه اللي هي وزاره الداخليه والولايه على القضاء هناك الولايه على المساجد وهي شان تنظيمه الدول
ولا تنظمه الجمعيات ولا الجماعات. وكانت هناك أسماء ما كان يظن أحد أنها تمنع عن صعود المنابر، وكانت دي مرحلة التخريع. لكن مرحلة البناء الثقافي زي ما عندك المستوى اللي بيجيلك في الجامعة وزي الخريجين بتوع الجامعة، وإحنا بضاعتنا من نفس الخريجين. أنت لا يمكن الآن تقول إنك في المستوى الجامعي هتقلب جامعة عين شمس وترتبها إنك هتطلع. أنت ترتيبكم كام؟ 700. تقدر توصل 200 في كام سنة؟ يوصل ترتيبك 200 في كام سنة؟ طيب تقدر توصل ترتيبك في أفضل 10 جامعات في كام سنة؟ أظن كم هنا كملك الخطاب الثقافي والتعليمي والديني كالطفل والنبات ينمو نموا ملقيا ملحوظ لكنه ينمو. الأم لو نظرت إلى الطفل كيف ينمو لا تشعر بكبر ابنها، لكنه ينمو حتى يستوي رجلا والنبات. هكذا الشأن في الخطاب الثقافي والخطاب التعليمي والخطاب الديني. لا يمكن انك تبني جيلا كجيل العلماء الكبار في اشهر. احنا بدأنا ومعنا السبت الاخ الكريم الدكتور اسامة في الاكاديمية، هو مشرف على الاكاديمية الوطنية لتدريب الشباب، ولدينا نخبة من خيارة الائمة يتدربون تحت اشرافه. والحقيقه كان معانا الاستاذ الكبير استاذ الدكتور مصطفى الفقي. احنا جينا النهارده من اكاديميه الاوقاف، صح احنا خلال اسبوعين هناخد رخصه دوليه في الحاسب الالي معتمده دوليا، وجهزنا بمركز لغات. عندنا كان اكثر من 50 امام حصلوا على الدكتوراه في والماجستير في اللغه الانجليزيه، وقدهم في اللغه الفرنسيه والالمانيه والاسبانيه. وانا بكلمك الان ادخل على موقع الوزاره، خطبة الجمعة بتبث مترجمة ب14 لغة دولية، 14 لغة، واللي بيقوموا بها الشباب. ثم بتبث صوتيا للأئمة المكفوفين وبلغة الإشارة لذوي الاحتياجات الخاصة. أخرجنا ما يزيد عن 90 كتابا مؤلفا ومترجما، وعملنا معرض لثلاث سنوات في الأول مرة باللغات الأجنبية. ولكن قضية البناء الثقافي تحتاج إلى إيه؟ إلى جهد، والتدريب يحتاج الى وقت، ومن صار على الضرب ايه وصل. والحقيقه لو غبنا نستعرض ما تم من تحديد مفاهيم كانت قائمه، واصبح كل امام الان يفرق بين الثابت والمتغير، وبين ما هو من اعمال العادات وما هو من اعمال العبادات والقضايا. احنا عملنا اول دوره في 4 كتب: الفهم المقاصدي للسنه النبويه، قواعد الفقه الكليه، كليات الست. والحقيقه كان معانا استاذنا الدكتور الكبير ومكمل معانا دكتور محمود ممدوح الضماطي، راح ادى محاضره في علم المصريات عشان نقوم بالنبع الثقافي. تركزنا على استكمال الجانب الثقافي، لكن ده زي ما بقول لك، انت عايز توصل لجامعه عين شمس المركز العاشر هتحتاج جهد وخطط وتعب. ولا يمكن مهما وضعت من خطط ولو ادت لك امكانيات العالم كل الماليه مش هتقدر توصل للمركز العاشر السنه الجايه. ممكن تقول اوصل للمركز العاشر سنه 2050، لكن هتحتاج جهد ووقت